ماشي غير قضيه. السلام عليكم الاخوان اصحاب الغراب. الامر ديال الغرفه كاين بزاف حتى حنا ما كنديها فيه بالزنقه كتبقى خايب ولا معوق. تيقول لي السعديه عندك كاميرا ديري عندي مسؤوله هنايا نعطيك انت يا سيبر ادمينه فهمتي. الدريات تجي هذيك اللعبه العيالات عزيزه بديك السلطه كتقول لامها اجي الوالد هذا راه هي الشافه هذا اللي بغا تجري عليه نجري عليه. كيجيبو ديك اللي كتهضر من تحت السبطه والله العظيم شي روبات كتقول لك شد في زبي يلاه هضر تابع هاد حتى غادي تجي تاخد البايك وتبرح كتكون قذره. كاين شي واحد تيقول لها صوت البرا عورة ذوك صحاب الاخوان المسلمين صوت البرا عورة واللي عورة لا سابعه علاش عارض عليها وعورة ماشي زعما راه ما كتشوفش فهمتي. ودخلوا بشي سمية الدرية تشوف دخلوا هدا والله العادي دخلوا بشي سمية الدرية بيس مجدولين وخلي لك الشي مفتوح وتشوف عباد الله يبدا يسيبتو لك. الو ديري اه تختي فهمتي يا بنين شحال عمرك. كاين القضية ديال البروفايل كدبر على شي تصويرة كاين اللي كيدير الكاميرا تيحسن ويلبس احسن حاجة عنده كرافاطة بحال سخون كومبلي وكرافاطة تيريح ديك اللعبة راه إطار. وين عادي مال إخوان ترى مشاكل. كاين اللي تيحيد الخاتم واحد النهار كنشاطي مع وحدة قالت لي اسمغ لي الروم ودورك بزازلي يالله ماشي مغربية أمريكية قالت لي ودوريك اللي حاجة اللي بغيتي دوريها لك اسمغ لي الروم اسمغ لي السمية ديالي كاين بزاف ديال فغاليا دوريك بزازلي. بقينا سيدي واحد خيطنا كنشاطي معاها خدامة في سايبر كافي مغربية من دبلي بلال دايرة الحجاب خدامة في شي سايبر كافي في العيون ولا تقول لها الثقة تي واقيلا قرعة ولا دارت فيك الشيب وهي تحيد الزيف الشعر عندها طويل قالت لي شوف شحال لا دوري دوري او اللي تيكا تقلب فيها انا شوف ديك اللعبه ديال الحشمه ديال واحد النهار تقول لهم راه واحد الدري راه تنعرفو صديقي في امريكا درت الكاميرا وما يا اخا برقاقه شافت الخاتم ديال الزواج قالت لها ولد الحرام راه مجوز كنسمعت تما بحالك وبدا يسولو فيا عرفتي اش قالت لي امها فاش خدامه وليد شحال انت في امريكان قالت لها شي 20 عام قلت لها شحال جامع يلا شوف شوف هالبنت دابتك شحال جامع. واحد النهار عيطت لي الدريه قالت لي انا في الامارات راه خداو لي الباسبور مشات الامارات راه خداو لي الباسبور وقال لي خصك 500 دولار غادي يعطيو لي الباسبور ديالك يلا حلي لو هذاكش عرفتي دوك اللي كيديو الامارات كتقول لي انا غادي نمشي حلاقه ديبلوم ديال الجميل هاكا تلحق تما تيقول لها غادي تسطحي وراه نردوك للمغرب تيقول عليهم باسبور شحال كاين اللي كيديرو صار الدنيا قالت تخرج لها قول مشي يسطحو فهمتي يا الاخوان. مسألة الاخ ديال ماشي غرابة راه المادة صاحبي راه طبيعة الحال. تصور واحد خينا مشى للعرس غادي موسخ ما خلاوش يدخل مشى مسوا عند الكومبلي وعر دخلوه راه حدا ملي حطوا الماكلة بدا كيغمس كيقول الحوايج كولو حقاش الحوايج هما اللي دخلوا كيغمس بالكومبلي في التبصيل كول كول الكومبلي كول قلت المادة صاحبي راه الشكل شير إدارة العمالات في المغرب دماغ قراب قرفات ولابس مزيان ولا تيسحب كجاي من الرباط شي ماليطة شي دادار وتفركس مزيان ولا خويا تيحتاربو طبيعة الحال راه البدهر تادي تادي البنية تادي الفورمة ما تكون انت عندك فورمة ديال عصا ما تكون طويل قلدة تلبسي الكومبليت يبان ما يبانش كومبليت لابسك فهمت يا الاخوان كتبان شخصية كاين تيبان شخصية في وجهه تيبان بيرسوناليتي يا مسكين واش كاين ولا ما كايناش الاخوان
كيداني لا لا كيبان هو دوك بحال كوبيسارية دوك البوليس هذوك الاف بي اي تيبان لك عيني قبيح تيبان قبيح في وجهه وكاين اللي كتحقر عليه كيبان بالوجه ديالو وديك السيفة ديالو كتقول انا سامع هلا هلا الاخوان يلا اقول مايكاكم عاودينا ندخلو نخرجو الهضرات انا ما كاين ما يدار او نلفنا هاد بارتوك الاخوان الله يعفو علينا قولوا امين والله العادي بقول لفداكم ولفدا هاد الروم ديال النعيمة شكون هاد النعيمة بعدا انا دابا داخل الروم انايا والله ما عارفش هاد النعيمة واش النعيمة ديت كاينة شي شخصية ولا عار بديعة نعيمة شي واحد يطلع يقول لنا اشنا شكون هاد النعيمة الروم نعيمة انا يا اخوان المايك فري وما تقول لي يا شباب